طيب المفروض هنتكلم عن الأجزاء اللي ليها علاقة بالكونتنت ماركتينج، سواء من الجانب اللي ليه علاقة بالبروسيس جوه المجال نفسه، أو الأجزاء اللي ليها علاقة أكتر بالإيه؟ الأجزاء اللي ليها علاقة بعلاقة المجال نفسه بالابعاد المختلفه للمجالات التانية. يعني لو انا ببتدي مثلا في الكونتنت، فانا ايه المجالات المختلفه اللي ممكن يكون ليها علاقه بيا زي الاي سي او، والمفروض ان انا اركز معاها، وايه علاقتي بيها بالظبط، ايه علاقتي بيها. يعني لو انا المفروض هبتدي مثلا في الكونتنت، فايه الحاجات اللي انا المفروض اخلي بالي منها، والتفاصيل اللي ايه المفروض نشتغل عليها. وكمان لو انا مثلا المفروض ان انا هشتغل على الأجزاء اللي ليها مثلا علاقة بالاي سي او، فانا ايه علاقتي بيه بتاع الكونتنت. لكن خلينا هنركز قوي 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 مع الكونتنت والخطوات اللي بنمشي عليها في الكونتنت، وكمان الاكسبريشنز والحاجات الأساسية في الكونتنت. تمام. طيب هنتكلم كمجال كمان ازاي ان انت تفوكس عليه وازاي تركز معاه بشكل كبير. خلينا كده نقول الاول ان انا عشان اشتغل على الكونتنت، فانا في حاجات اساسيه قوي لازم اكون عارفها، زي مثلا الكونتنت. تمام، خلينا كده نقول الكونتنت ماركتنج، تمام، استراتيجي. تمام، في حاجه عندي اسمها كونتنت استراتيجي. يعني ايه كونتنت استراتيجي؟ اول حاجه بيجي بتاع الكونتنت يشتغل عليها او يفكر فيها هي الكونتنت استراتيجي، الاستراتيجي اللي هيبني عليها الكونتنت نفسه وعامله ازاي. يعني ايه كونتنت استراتيجي اصلا، وايه هل فيها حاجات معينه بتتحط جواها عشان ابنيها وحاجات لا ولا ايه؟ طيب خلينا كده نقول ان الكونتنت استراتيجي هي الاجزاء اللي بنحط فيها الديتيلز بتاعه الكونتنت اللي هشتغل عليه، علشان اشتغل عليه اكون حاطط ليه معايير ابتدي ابنيها واعالج على اساسها الكونتنت اللي انا ببنيه. باختصار يعني انا بحط اوبجكتيف معينه، هدف معين انا محتاج اوصل له، من خلال الهدف ده او بسبب الهدف ده انا ببني ايه الكونتنت، انا ببني الكونتنت بتاعي. طيب هدف مثلا زي ايه؟ ان انا مثلا اعمل مثلا توعيه بالمنتج بتاعي، انا محتاج اعمل توعيه او اعمل اورنس بالمنتج بتاعي، فانا محتاج مثلا اعمل اورنس. تمام، انا محتاج اعمل اورنس في ليه ايه المنتج بتاعي. طيب انا محتاج اعمل اورنس، انا ممكن اكون عايز مثلا اعمل ايه تاني غير الاورنس؟ لو انا مثلا المفروض هعمل اورنس للكونتنت اللي انا هشتغل عليه، طيب ايه تاني فيه؟ هل ان انا ممكن اعمل تاني، ممكن اكتب كونتنت هو بيشجع العميل على البيع لكن مش بيبيع. لو انا هكتب كونتنت عشان ابيع دايركت، فانا الكونتنت اللي انا هبيع بيه دايركت ده المفروض ان انا مش بيتحط محل، مش بيتحط محل الايه الكونتنت، بيتحط محل الايه الكوبي. طيب لو انا المفروض هشتغل على كونتنت مثلا يشجع العميل على البيع، فدي ليها استراتيجي. طيب ايه الاهداف اللي انا المفروض اشتغل عليها مثلا دي؟ هل يكون ليها ارقام؟ المفروض ان انا هعمل اورنس لكل مثلا الناس اللي على البيج، تمام، او لكل الناس، او انا محتاج اوصل مثلا ل 15000 عميل اعمل لهم اورنس عن الايه الكونتنت، او عن الايه التوبيك اللي انا هتكلم فيه، عن الشركه مثلا، تمام، او عن البرودكت مثلا، تمام، او عن ايه البرودكت اللي انا هشتغل عليه، او عن البرودكتس اللي انا بشتغل عليه. تمام، ففي اوبجكتيف معينه المفروض بحطها. بحط ايه تاني؟ بحط الكيوردز، الكلمات الرئيسيه اللي بلعب عليها، الكلمات اللي هلعب عليها. تمام، انا المفروض في كلمات رئيسيه هلعب عليها العميل بيدور بيها، فانا هكتبها. طب ايه تاني مثلا ممكن اشتغل عليه؟ القنوات اللي هنزل فيها. تمام، انا دلوقتي المفروض ان انا هنزل في قنوات تسويقيه معينه، ايه القنوات اللي انا هنزل فيها؟ تمام، طب العميل اللي انا بكلمه، تمام، العميل اللي انا بكلمه ده مين العميل تحديدا اللي انا بكلمه؟ طيب المفروض ان انا عدد المحتوى، تمام، او عدد التكست، او عدد الكوبيز، او عدد القطع اللي انا بكتبها في الكونتنت، تمام، عدد المحتوى نفسه، تمام، اللي احنا بنبنيها في الاخر في البريندر. تمام، الحاجات دي كلها المفروض ان انا بحطها في حسباني في الاستراتيجي. وكمان لو انا المفروض هشتغل على ايه قنوات معينه، او ان انا المفروض في استراتيجي معينه هبني على اساسها الكونتنت ده، لو انا هعمل اعاده تدوير للمنتج. يعني مثلا انا دلوقتي عندي محتوى مكتوب،
تمام. طب المحتوى المكتوب ده المفروض ان انا بعد ما يبقى مكتوب ويتنشر اروح عامل اعادة صياغة واطلعه في ايه، في فيديو، تمام، وما الى ذلك. فدي كلها حاجات ليها علاقه بايه، بالكونتنت استراتيجي، ليها علاقه بالكونتنت استراتيجي، اللي ايه الاستراتيجي اللي انا المفروض هشتغل عليها عشان اطلع الكونتنت بتاعي وابتدي اشتغل على الكونتنت بشكل اساسي، وابقى انا فاهم انا بشتغل على الكونتنت ازاي وبحط الكونتنت بتاعي ازاي. طيب في حاجات اسمها كونتنت ماركتنج مانجمنت، تمام، حاجات ليها علاقه بالمانجمنت، تمام. طيب المانجمنت دي يعني ايه، او ايه الفكره في ان انا ادير المحتوى نفسه، تمام. خلينا كده نقول، تمام، لو انا المفروض هكتب كونتنت وهعمل له مانجمنت، يعني ايه اداره الكونتنت؟ يعني مثلا المفروض ان انا هعمل مثلا الافكار، تمام، ومن الافكار المفروض ان انا هطلع من الافكار دي هطلع محتوى مكتوب، تمام، ومن المحتوى المكتوب ده هبتدي هنشر المحتوى نفسه، هنشره فين والقصص دي كلها. فهنا انا بدير اصلا الكونتنت، تمام، بدير اصلا ايه الكونتنت اللي انا بشتغل عليه. طب دي كلها حاجات المفروض ان انا اخلي بالي منها، وحاجات المفروض ان هي بتسمع معايا وتبان معايا في ايه الشغل بتاعي، تبان معايا في الشغل بتاعي، وابقى انا عارف انا اصلا بتكلم في طبيعة المحتوى عاملة ازاي. طيب هل في حاجات تانية المفروض بشتغل عليها؟ المفروض بشتغل كمان على الاجزاء اللي ليها علاقة بالكونتنت كديستريبيوشنز، تمام، او كتوزيع ايه الكونتنت، تمام، كونتنت تمام الكونتنت ديستريبيوشن هنا او توزيع اصلا المحتوى، تمام. انا هنا المفروض هشتغل على توزيع المحتوى ازاي، امتى هنزل على البلاتفورم دي وامتى هنزل على البلاتفورم دي، وتوزيع المحتوى بتاعي مش ازاي. يعني مثلا ممكن ابني في الكونتنت ديستريبيوشن دي خطة لكل الكونتنت اللي انا بنيته طول السنة اللي فاتت، واعيد المحتوى ده واوزعه بشكل مختلف على القنوات المختلفة. هنا انا بعمل توزيع للمحتوى، تمام، انا هنا بعمل توزيع ايه للمحتوى. فانا هنا بشتغل كونتنت ديستريبيوشن وبعيد ايه المحتوى من الاول، وبشتغل كونتنت، والمفروض ان انا بطلع المحتوى ده واعمل له اعادة توزيع، واعمل له اعادة توزيع. طب الحاجات دي كلها بتاع الكونتنت بيعملها، من جاست بيكتب كونتنت، ومن الكونتنت هو بيطلع بتكست معينة او تفصيلة معينة في الكلام وبيبتدي يشتغل عليها. طب في عندك حاجة تانية اسمها الكونتنت بلان، تمام. الكونتنت بلان دي انا بعمل فيها ايه او بشتغل فيها على ايه؟ بشتغل فيها على المحتوى الشهري بتاعي، تمام، وازاي انا في المحتوى الشهري ده ببتدي ان انا اطلع البلان بتاعتي. يعني مثلا انا المفروض عندي من يوم 1 ليوم 30، طيب من يوم 1 ليوم 30 انا بشتغل على ايه؟ بشتغل على مثلا 3 بوستس بير ويك. طيب انا المفروض ان انا هبتدي اشتغل على البلان بتاعتي واكتب التكست بتاعتي على حسب كل يوم، ودي البلان بتاعتي ان انا هاخد العميل من اول الكونتنت، من اول ما اقول له بسم الله الرحمن الرحيم انا مثلا هشتغل انت يعني ايه مثلا زيت شعر، وبعد كده ابتدي في الاسبوع الثاني انزل له الكونتنت اللي بيشرح الفرق ما بين مثلا الزيوت بتاعتنا والزيوت التانية. مثلا هاجي في الايه في البلان بتاعتي ان في الاسبوع التالت اشتغل على فكرة مختلفة او اشتغل على طريقة مختلفة، وببتدي اعمل بابلش للكونتنت بتاعي. طب ايه تاني ممكن اشتغل عليه او ممكن المفروض ان انا بشتغل بفكر فيه؟ الكونتنت اندستري، تمام. الكونتنت اندستري هنا لازم بندرس قوي طبيعه الكونتنت نفسه على حسب كل اندستري بيمشي ازاي. لو قلنا ريال استيت فانا المفروض بتكلم في مساحات، بتكلم في خطط اسعار، بتكلم مثلا في كم مقدم، بتكلم في لوكيشنز، الكلام ده كله. لو قلنا مثلا بنشتغل في الحاجات اللي ليها علاقه بالمطاعم فانا بتكلم
في مثلا جودة الأكل، في الطعم، بتكلم مثلا في اللوكيشن، بتكلم مثلا في بتكلم في الأجزاء اللي ليها مثلا علاقة بالبرايس، المينيوز، الكلام ده كله، تمام؟ فكل اندستري بيكون ليها اكسبريشنز معينة ومصطلحات معينة بنبتدي نستخدمها، والمفروض إن كل اندستري ليها طبيعة معينة في الكونتنت. لو اتكلمنا مثلا عن الكونتنت بتاع المطاعم، فاحنا بنتكلم في صور وبنتكلم في انستجرام. لو احنا بنتكلم مثلا عن مثلا حاجات ليها علاقة ب مثلا منتجات الأطفال أو مثلا الملابس، فاحنا برضو في الملابس بنتكلم شوية في الانستجرام، لكن مثلا منتجات الاطفال بتمشي الكونتنت بتاعها في فيسبوك بشكل كبير. لو مثلا اتكلمنا عن مثلا الاندستري مثلا اللي ليها علاقه بالحاجات الترفيهيه، فاحنا مثلا بنتكلم في فيديوز على تيك توك، فطبيعه الاندستري نفسها الكونتنت فيها بيمشي ازاي، تمام؟ وهكذا. طيب عندي كمان في حاجات ليها علاقه بالكونتنت لازم انا اخلي بالي منها، مختلفه كتيره جدا، زي مثلا الكونتنت جولز بتاعتي، الجزء بتاع الستوري تيلينج اللي المفروض بشتغل عليه والكلام ده، وحاجات كده بقى مختلفه تماما علشان ابتدي ان انا ايه اشتغل عليها وابتدي اركز فيها قوي. طيب تعالى كده نشوف في جزء المانجمنت المفروض بعمل ايه. لو انا المفروض هعمل مانجمنت وهبتدي اشتغل على مانجمنت للكونتنت بتاعي، وابتدي ايه اخد الكونتنت ده وامشي فيه خطوات واعمل له بروسيس معينه علشان في الاخر ان انا امانج ايه الكونتنت بتاعي، وابتدي اعمل له بابليش، وابتدي ان انا اشتغل على ان انا اوزعه على بلاتفورمز مختلفه والقصص دي كلها. فانا المفروض لو انا خطوات، لو انا هشتغل بقى واحد بتاع كونتنت، اشتغل الخطوات دي، تمام؟ خطوات، تمام، خلينا نقول كده ان هي خطوات اساسيه، تمام. خلينا يعني انا محتاجك تفهم. انا الكتابه مع الشرح بالنسبه لي حاجه صعبه، فانا عندي خطوات اساسيه المفروض ان انا بركز فيها وبشتغل عليها وانا بشتغل على الكونت. انا دلوقتي جيت قلت لك تعالى اكتب لي كونت، تمام؟ اول حاجه اعملها ايه؟ هعمل استراتيجيه، تمام؟ اول حاجه اعملها استراتيجيه للمحتوى نفسه، تمام؟ في الاستراتيجيه دي هعمل فيها الحاجات اللي احنا ايه زي الحاجات اللي احنا قلنا عليها والاجزاء اللي احنا قلنا عليها، تمام؟ طيب بعد الاستراتيجي المفروض ان انا هشتغل على التيم نفسه، تمام؟ التيم اللي هيشتغل معايا مين، تمام؟ خلينا نقول التيم نفسه. التيم هنا في يعني ايه التيم؟ مين اللي المفروض هيعمل التصميم، تمام؟ مين اللي هيعمل التصميم بتاعي، تمام؟ ومين كمان المفروض مثلا هيشتغل على الكتابة، تمام؟ ومين كمان هيشتغل على الإخراج نفسه لو أنا بعمل فيديو وما إلى ذلك. هل كل ده يعتبر من بتاع المحتوى؟ اه، بتاع المحتوى بيتكلم في الاخراج، الكونتنت يخرج ازاي، الديزاين هيتعمل ازاي، الكتابه هتتم ازاي، القصص دي كلها، تمام؟ طيب مين بقى المفروض كمان هيتكلم في الحته بتاعه التدقيق الاملائي، تمام؟ لو انا بتكلم في محتوى برضو ليه علاقه بكتب، ليه علاقه مثلا بستوري بتتحكي، مين هيشتغل على الايه التدقيق. وكمان الناس اللي المفروض كمان لو احنا هنشتغل فويس اوفر، مين من الناس اللي هتتخش بالصوت اللي هو هيناسب الجمهور اللي انا بشتغل عليه. ممكن اعمل كونتنت كويس جدا وكل حاجه، ولو انا في بودكاست او حاجه الاقي الامور بالنسبه لي بايظه، تمام؟ طيب المفروض بعد كده المفروض مين هيشتغل، تمام، على ان هو يبتدي يشتغل على الاجزاء اللي ليها علاقه بالبحث، تمام؟ البحث بالمحتوى، تمام؟ المحتوى اللي احنا بنشتغل عليه ده هل معمول زيه قبل كده ولا لا؟ طب المحتوى ده لو معمول زيه ومكتوب بنفس الصيغه ولا لا؟ طب المحتوى ده عشان يوصل المسج دي. خليني اقول لك كده ان الكونتنت مش بس ان انت بتعمل بوست، انت بس ممكن تكتب اعلانات، ممكن تكتب كتب، ممكن تكتب ايميلز رسميه، ممكن تكتب حاجات كتير قوي. فالموضوع بيتطلب الكلام ده، بيتطلب ان ممكن لازم حد يعمل تدقيق املائي، لازم حد يبقى مشغال على المانجمنت، لازم حد يكون شغال على كل الاجزاء دي، تمام؟ فدي المفروض مين كمان هيشتغل على البحث من المحتوى والمصادر كمان، يعني مين هيشتغل على
المصادر، فبجمع كل الناس اللي بتشتغل على دي وابتدي اشتغل. اول ما ابتدي اعمل استراتيجيه المحتوى خلاص وبدات انفذها وجمعت التيم بتاعي والقصص دي كلها، ابتدي اعمل الايه المصادر بتاعتي، تمام، ابتدي اشتغل على المصادر، ابتدي اجمع منها الافكار واجمع منها الطرق اللي انا هجيب منها الكونتنت نفسه. بعد ما بجمع الافكار والكلام ده كله ببتدي اعمل كتابه للمحتوى، وبعد ما بعمل كتابه للمحتوى نفسها ببتدي اعمل تدقيق، تمام، وابني الخطه بتاعتي. بعد الكلام ده كله انا ممكن ابني مثلا 50 قطعه محتوى، اطلع في الاخر ب 30 قطعه اللي متوافقين مع الاي البلان والاستراتيجي، وبعد كده بعمل عليهم تدقيق املائي ولغوي. وبعد كده المفروض بعد ما بشتغل على الاجزاء دي او بعد ما بشتغل على المين بوينت دي ببتدي احدد ايه النقط اللي المفروض هكمل عليها، تمام. بعد كده بعد ما بشتغل على الكلام ده بشتغل على التوثيق نفسه. يعني ايه التوثيق؟ يعني انا دلوقتي كتبت الكونتنت ده واشتغلت عليه كل حاجه، طب انا عملت دوكيومنتيشن للكلام ده ولا لا؟ هل في دوكيومنتيشن للكلام ده ولا لا؟ لان بعض الناس بتشتغل على الكونتنت وعملت ليه بوبليس، سواء هو في ايا كان بقى، في ويب سايت، في بلاتفورم، في ايا كان، لا هي خلاص اشتغلت على النقط دي والمفروض ان هي خلاص انا عملت بوبليش ونزلت الكونتنت واشتغلنا على كده وخلاص، في حين ان ده مش يعني ده مش احسن حاجه، تمام. طيب خلينا كده نتكلم في حته تانيه، لو المفروض ان انا اخلي بالي من ايه واشتغل على الاستراتيجي ازاي واعملها ازاي، تمام. وانت بتشتغل على الاستراتيجي، وقلنا كمان النقط اللي المفروض هنشتغل عليها في الاستراتيجي في الاول كده بشكل عام. اول حاجه لازم تحدد، تمام، تحدد العميل اللي هتكلمه، احنا بنقول عليها الباير بيرسونا، تمام. انا المفروض هتكلم انهي عميل، تمام، وما ينفعش ان انا اكلم كل الناس، يعني انا ما ينفعش ان انا اكلم كل الناس والكلام بتاعي عن المنتج يكون عالي. طب بعد ما بكتب بحدد العميل اللي انا بكلمه بشوف الكلمات اللي بيدور عليها، العميل ده بيدور على انهي كلمات بالظبط، ايه الكلمات اللي بيدور عليها، وابتدي اجمع الكي ووردز اللي المفروض بيشتغل عليها، وابتدي اشوف الكي ووردز دي مناسبه معايا ولا لا، يعني تمام. طيب بعد كده ببتدي اشوف ايه نوع المحتوى نفسه، نوع المحتوى اللي انا هكلمه بيه ايه. والله الناس دي بتحب الفيديوز السريعه، الناس دي بتحب التكست، الناس دي بتحب الصور، الناس دي لو انا مثلا بكلم شباب في العشرينات او في اوائل العشرينات، فوش لازم أن اكون عامل ايه ريلز وعامل فيديو سريع. لو انا بتكلم مثلا ناس كبيره في السن 45 والكلام ده، فانا بكلم ناس المحتوى بتاعهم اخباري، بيحبوا الحاجه اللي بالنوع اخباري، ان انا بديله معلومه، بديله خبر وما الى ذلك، تمام. فعلى حسب طبعا نوع المحتوى اللي هو بيحبه وازاي ان انا اقدر اقدمه له. طيب بعد ما عملت الكلام ده وظبطت العميل بتاعي او اللي انا بكلمه، حطيت الكلمات وعملت نوع المحتوى او ركزت على نوع المحتوى اللي انا بقدمه له، بتكلم بعد كده في الاسلوب اللي هقدم بيه المحتوى، تمام. يعني انا دلوقتي المفروض هقدم له المحتوى ده بأي اسلوب، ترفيهي ولا اسلوب فريندلي ولا اسلوب رسمي، ولا المفروض ان انا هقدم له المحتوى ده ازاي، يعني الطريقه اللي انا هقدم له بيها المحتوى. خلاص انا قلت فيديو، فازاي هقدمها له؟ هل هجيب له حد يقول لي السكريبت وخلاص، ولا اعمل له موشن، ولا اعمل له ايه؟ لو انا بتكلم في صور فانا هدي له صور كمثلا كصور مثلا نكت والكلام ده، ولا المفروض ان انا هديله مثلا الصور مثلا بروفيشنال، ولا المفروض ان انا هديله نوع المحتوى اللي هقدمه له هيكون عامل ازاي، تمام. بعد كده المفروض ان انا بشوف هستفاد ازاي من المحتوى، تمام. يعني ايه هستفاد ازاي من المحتوى؟ انا كواحد كتبت محتوى المفروض ان انا مرمهوش، يعني تمام، انا كتبت المحتوى فالمفروض ان انا مرمهوش، جيت المحتوى، تمام، المفروض ان انا مرموش ازاي، يعني المفروض ان انا اشوف ازاي هستفاد مرة تانية من ايه من المحتوى ده،
تمام، ازاي ان انا هستفاد مره تانية من المحتوى ده؟ انا كتبت محتوى، طب اوكي كويس جدا، المفروض بقى ان انا اشوف ازاي هعيد صياغه المحتوى ده، وان انا ابتدي ان انا اشتغل عليه علشان اطلع منه محتوى تاني، يعني اطلع منه محتوى مختلف. تمام، طيب انا بعد ما طلعت الكلام ده واشتغلت على كل النقط دي، تمام، واشتغلت على النقط دي، المفروض ان انا ادخل اعمل ايه؟ المفروض ان انا ادخل في البلاننج بقى. المفروض ان انا ادخل في البلاننج. البلاننج بشكل مختصر جدا، انت بتشتغل على الاجزاء اللي ليها علاقه اكتر الاجزاء اللي ليها علاقه اكتر بالكتابه، الاجزاء اللي ليها علاقه اكتر بالكتابه. يعني مثلا لو انت المفروض هتكتب الكونتنت بتاعك، اول حاجه بتحدد المفروض هتكتب لفتره زمنيه قد ايه. انا والله هكتب كونتنت اسبوع، تمام، الفترة الزمنية، تمام، انا والله المفروض ان انا هكتب لمدة اسبوع، انا المفروض ان انا هكتب لمدة شهر، تمام، المفروض ان انا هكتب مثلا لمدة 3 شهور قدام، فعلى حسب انت الفضل هكتب كتاب، فالكتاب ده ياخد مني وقت قد ايه. هكتب مثلا كونتنت بلان كاملة مثلا على السوشيال ميديا، فهتاخد مني وقت قد ايه، وهتفضل تعمل لها بوبلش لمده قد ايه. تمام، فلما تيجي تعمل البلان لازم تحدد الاول انت المفروض هتشتغل على ايه، هتشتغل على انهي فتره زمنيه، وكمان الفتره اللي انت هتشتغل عليها دي السيزونز اللي هتكون موجوده فيها ايه وما الى ذلك. تمام، طيب بعد كده المفروض ان انت بتحط الاول الاهداف من الاستراتيجيه نفسها، عشان اوقات في ناس بتبني استراتيجي وبعد ما تبني استراتيجي خلاص احنا عملنا استراتيجيه للمحتوى زي الفل، نرميها بقى على جنب ونبتدي نعمل كونتنت بلان. طب ما هو الصح ان انت بتبني البلان دي من الاستراتيجي، انت حطيت استراتيجي معينه فتلتزم فيها في البلان بتاعتك، وخلاص انت عرفت الطريقه اللي انت حطيتها اجمالا وتبتدي ايه تلتزم بيها. بعد ما حطيت الاهداف بتاعتك والكلام ده كله، طبعا هتجيب برضو من الاستراتيجي نوع المحتوى نفسه عشان تقدر ان انت تبني عليه بلان، تاخد من نوع المحتوى وتطلع هنا بقى الميزة اللي هتوصلك لهدف الاستراتيجية. يعني انا دلوقتي عندي استراتيجي، عندي هدف معين في الاستراتيجي، الهدف ده ان انا ابتدي اشتغل على مثلا ان انا اعرف العميل بتاعي مدى مثلا الكواليتي بتاعه المنتجات بتاعتي. تمام، انا عندي كواليتي معينه، طيب ايه بقى اللي جوه الكواليتي اللي انا هبينه له؟ مثلا الكواليتي دي في التغليف، الكواليتي دي في التاريخ الاكسباير، الكواليتي دي في مثلا في الطعم، الكواليتي دي مثلا في الجوده، فانا المفروض ان انا اشتغل على ده. طيب بعد كده وانا بشتغل على البلان بشوف ايه الترند، تمام، ايه الحاجات اللي هي المفروض ترند عندي وابتدي ان انا اشتغل عليها. تمام، فانا هنا بشوف كمان الايه الترندز، تمام، علشان اشوف انا ازاي هستغلها، ازاي هدخل الترندز في الكونتنت اللي انا بكتبه. والله الفترة دي في مثلا كونتنت بيتكلم عن مثلا العريس والعروسه والقايمه والكلام ده، طب ازاي ان انا هستغل في الكونتنت بتاعي اللي شغال الموضوع ده؟ طب والله انا داخل في رمضان، فخلاص انا في الفتره دي هتكلم عن رمضان وما الى ذلك. خلاص، فانت بتشوف كمان ايه، تعمل ريسيرش عن ايه الترند. بعد كده كمان بتشوف ايه البودجت، تمام، الميزانيه دي هتتصرف ازاي، او انت عندك ميزانيه ولا لا. تمام، الميزانية اللي انت المفروض تشتغل عليها، انا الكونتنت اللي انا هكتبه ده هيكلفني ميزانية ولا لا؟ لو سوشيال ميديا فانا هعمل بيمنت او هعمل بيد بوستز، ولا مثلا لو هو كتاب فهيكلفني في الطباعة، لو هو مثلا ايميلز فهياخد مثلا ميل سندرز، لو مثلا هو مثلا سكريبت فهياخد فلوس انتاج عشان يطلع كفيديو وما الى ذلك. فانا بشوف ايه الـ ايه الـ الامور دي. طيب حاجه تانية مهمه، الوقت اللي انت بتنزل فيه، يعني وهل الكلمات اللي انت هتشتغل فيها كل ده يتماشى مع المين بوينت اللي انت هتشتغل فيها؟ يعني مثلا ما بقاش داخل في رمضان وهتكلم مثلا عن الكونتنت بتاعي عن الافراح، تمام، وتعالى اعمل فرحك عندنا، طب اوريدي احنا اصلا داخلين في رمضان، تمام، فما ينفعش ان انت الوقت
بالتزامن مع المنتج او الخدمه. تمام، انا دلوقتي الوقت اللي انا بتكلم فيه هينفع اعلم فيه عن الخدمه بتاعتي ولا لا؟ تمام، وبعد كده ببتدي اخر حاجه اللي الناس بتبتدي منها، تمام، الايه الاسكادول. تمام، ببتدي ان انا اسكادول، اعمل ايه اسكادول على ايه تمام، على على الكونتنت اللي انا هشتغل عليه. تمام، فانا المفروض هعمل سكادول، تمام، على الكونتنت اللي انا هشتغل عليه. طيب بعد ما بعمل بقى السكادول خلاص، انا المفروض بعد السكادول نفسه ببتدي ان انا خلاص عملت انا حددت الفتره الزمنيه اللي هشتغل فيها بناء على الاستراتيجي والاوبجكت بتاعتها، وكمان طلعت الميزانيه دي المفروض هتوصلني، الميزه بتاعتي دي هقدر اعرضها ازاي، وده هيدخلني في ترندز ولا لا، والميزانيه اللي انا هصرفها، وقلت خلاص انا هلتزم بالوقت ده بالسكادول ده. وبعد كده بشوف بعد السكادول ده المفروض ان انا هطلع باستراتيجي ازاي. تمام، استراتيجي مختلفه، هطلع هبني بقى الكلام ده في استراتيجي مختلفه، استراتيجي تمام من المحتوى نفسه. يعني انا دلوقتي المفروض ان انا اشتغلت على استراتيجي لفتره معينه. تمام، الاستراتيجي دي مثلا بتقول بتعرف الناس المنتج. طيب الفتره اللي بعدها لا، هبتدي اعرف الناس اكتر عن مثلا المنتجات دي، ازاي ان هو يقدر يستفيد بالحاجات اللي هو اشتراها قبل كده مننا. تمام، فخلينا نقول مثلا هنا خطه المحتوى نفسه، او خلينا كونتنت بلان. تمام، فخلينا نقول ان ايه الكونتنت بلان بتاعتنا لازم تكون شور، او انا اكون ميك شور ان البلان بتاعتي ماشيه بشكل مظبوط. طيب في حاجات مهمه جدا كده المفروض بنشتغل عليها لو احنا بنتكلم عن الكونتنت، وهي ان الريسورسز مهمه. الريسورسز مش بس ريسيرش، يعني انا مش لازم مثلا ان انا اعمل ريسيرش عشان اجيب معلومات من على الانترنت، ومن المعلومات دي ابتدي اعمل كونتنت اطلاقا خالص. لو انا ببيع منتج فانا ممكن اجيب اصلا المعلومات اللي انا اتكلم فيها والكونتنت بتاعي على مثلا من مثلا العملاء اللي بتجيلي. انا بيجيلي مثلا عملاء بتشتكي مثلا من حاجه معينه، فالعملاء اللي بتيجي تشتكي دي ابتدي اطلع الشكوى بتاعتها، واشوف ان الشكوى دي ازاي انا اقدر اشتغل عليها واصلحها، وابين للعملاء النقط اللي انا بشتغل عليها علشان اصلح لهم الشكاوي بتاعتهم. يعني مثلا عميل جه بيقول لي والله انا عندي مشكله في تقديم الايه المنتجات بتاعتكم، مثلا بتتقطع بسرعه، او لو انا مثلا مثلا المنتج بتاعكم ده بيتقطع بسرعه، انا اشتريت مثلا من عندكم مثلا شوز والشوز ده اتقطع بسرعه، وكذا حد اشتكى من ده. فازاي ان انا اقول اطلع بقى من الشكوى دي، تمام، كونتنت ابتدي اقول له والله لو انت عندك مشكله في الاحذيه اللي خدتها مننا ممكن مثلا نعوضك بحاجه تانية، لو انت عندك مثلا ازاي تحافظ على ان الجزمه بتاعتك او الشوز بتاعك ما يبصي، والقصص دي كلها. تمام، فانا دي نقطه مهمه جدا جدا. طب تعالى كده نشوف بقى الكونتنت ديستريبيوشن، والكونتنت ديستريبيوشن دي من الحاجات اللي دايما دايما بسالها في اي انترفيو ببتدي اسال فيه الكونتنت سبيشالست اللي جاي او الشخص اللي جاي يعمل انترفيو، ودايما ما بلاقيش اجابتها، ودايما بتعمد اسال السؤال ده عشان مش بلاقي اجابه. يعني دايما دايما الناس تكون عندها مشكله في الحته دي او مش فاهمه الحته دي، ودي دايما بلاقيها بصراحه. فعندنا هنا في حاجه اسمها توزيع، تمام، المحتوى زي ما بنقول كده ايه الكونتنت ديستريبيوشن. تمام، توزيع المحتوى. توزيع المحتوى هنا انا ازاي هوزع المحتوى بتاعي على فئات مختلفة. طب توزيع المحتوى هنا يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي المفروض عندي انواع مختلفة من المحتوى، انواع مختلفة من المحتوى، عندي اصلا بلاتفورمز مملوكة، تمام، زي مثلا الويب سايت الموقع بتاعك ده بلاتفورم بتاعك انت اللي بتكتب عليه المحتوى، وانت اللي بتكتب عليه كل التفاصيل، زي الايميل برضه دي حاجه بتاعتك انت اللي بتكتب عليه. تمام، انت المفروض بتبتدي تشتغل عليه.
تمام. طيب عندي مثلا المفروض مثلا في محتوى، تمام، مثلا مكتسب، تمام. المحتوى المكتسب هنا هو الجهات المختلفة اللي اقدر من خلالها اطلع الكونتنت بتاعي. يعني مثلا انا دلوقتي براند جديد لسه طالع، مثلا ببيع منتجات قهوة، تمام. فانا محتاج ان انزل كونتنت، تمام، الناس تثق في القهوة اللي انا ببيعها. فبروح مثلا لمكان صحافة مثلا او جريدة او كده واخليهم يتكلموا عني، تمام، يقولوا والله ده مثلا فلان الفلاني عامل براند قهوة ممتاز جدا جدا وطلع بالقهوة دي مثلا وقادر ان هو يبيع بشكل كويس والناس بدأت تثق فيه وما الى ذلك، تمام. فده محتوى، تمام، محتوى غير مملوك ليا، مثلا محتوى زي الصحف مثلا والمجلات وما الى ذلك، فده مكتسب، تمام. هو العميل بيكتسب خبرة ومعلومات عن الكونتنت بتاعك لكن مش منك انت، تمام. طيب بعد كده في حاجة تانية اسمه محتوى مدفوع او توزيع، هنوزع فيه الايه، المحتوى المدفوع. المدفوع بالظبط كده، المدفوع بالظبط كده زي بالظبط كده ايه الاجزاء اللي ليها علاقه مثلا بالاعلانات. انا المفروض ان انا بعمل اعلانات علشان في الاعلانات دي اوزع المحتوى بتاعي، والمفروض ان انا في التوزيعه دي ابتدي اخلي بالي ان انا بتكلم عن البراند لكن بعمل اعلانات في بلاتفورمز هي مدفوعة، أنا بدفع فلوس والعميل اللي شايفني عارف إن أنا دافع فلوس، أو المفروض إن في فلوس، عارف إن في فلوس مدفوعة، وفي الفلوس المدفوعة دي واصل له المحتوى ده، تمام. فدي من الحاجات المهمة جدا جدا في حتة إيه، توزيع المحتوى، أو زي ما بيسألوا هو الكونتنت ديستريبيوشن. ودي من الحاجات الإيه المهمة اللي لازم نخلي بالنا منها، إن دي جزء مهم قوي نخلي بالنا منه ونبقى فاهمينه، وايه الفرق ما بين كل واحده منهم، وكل واحده منهم ازاي ان انا اشتغل عليه، تمام. في حاجات برضو تانية لازم نسال نشتغل عليها ونخلي بالنا منها كويس جدا، وهي الاجزاء اللي ليها علاقه بتجربه المحتوى نفسه، تمام. يعني ايه تجربه المحتوى؟ يعني مثلا هل المحتوى اللي انا هتكلم فيه ده الناس شافته قبل كده وعندها اهميه بيه، والمفروض ان هي لا يا ولا لا. يعني مثلا انا مثلا هتكلم عن فايدة مثلا العنب بالقرنفل، مش عارف ده اصلا دي حاجة موجودة ولا لا، ما اعرفش، تمام. ايه، تمام. طب هل المحتوى ده اصلا موجود ولا لا؟ طيب يعني هنسأل كده، هل هو موجود؟ طيب هل المحتوى ده في حد بيتكلم عنه وسهل ان انا الاقيه ولا لا؟ طيب هل سهل، تمام، ان انا الاقيه وموجود واي حد ممكن يوصل له؟ هل بيتم اصلا البحث عنه؟ تمام، هل في ناس بتدور على الكلام ده ولا لا؟ طيب لو هو موجود وفي ناس بتسيرش عنه والكلام ده كله، معروض بأي شكل؟ وهل معروض بشكل مناسب ولا لا؟ تمام، فدي من الحاجات يعني حاجات من الحاجات المهمه اللي تخليني اقرر اكتب في المحتوى ده ولا لا. لو انا بكتب محتوى على مثلا ويب سايت او على سوشيال ميديا او على ايميلز او ما الى ذلك، لو انا بكتب في الاخبار والكلام ده كله، تمام. طيب هل انت اصلا مصدر موثوق؟ تمام، الناس هتثق في الكلام اللي انت بتقوله ولا لا؟ وهل معلوماتك من مصدر موثوق؟ تمام. طيب هنا بنتكلم عن ايه في الحته دي، او في تحديدا في المين بوينت دي بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن اصلا ندره المحتوى وتجربه المحتوى نفسه. هل المفروض ان انا وانا بشتغل اصلا على الكونتنت اكون مجرب المحتوى ده، او لما اجي اكتب عن محتوى اكون شايف هل المحتوى ده فيه فعلا اصلا ناس بتكتب عنه ولا لا؟ هل في فعلا ناس مهتمية أصلا باللي أنا بقوله ولا لأ؟ ولا أنا المفروض بكتب كده من لنفسي وأنا مش عارف أصلا المحتوى ده الناس أصلا بتسأل عنه ومحتاجاه ولا لأ؟ تمام؟ فلازما إن أنا أشتغل على الأجزاء دي. طب إيه أصلا اللي بيحكم
في المحتوى. يعني انا لما باجي اتكلم عن كونتنت، في المفروض معايير معينه بتحكمني هل الكونتنت ده الكونتنت ده سليم ولا مش سليم، هل الكونتنت ده هينجح ولا لا. يعني انت مثلا عمرك كده ما سالتش نفسك مره لما تيجي تكتب كونتنت هل الكونتنت ده هيبقى ناجح اصلا ولا لا، يعني الكونتنت اللي انا هكتبه ده هيبقى ناجح ولا لا. طيب لو هو ناجح ازاي اعرف ان هو ناجح، طب لو الكونتنت ده مش ناجح ازاي هعرف ان هو مش ناجح، والقصص دي ما سالتش نفسك السؤال ده. دايما بلاقي ناس بتسال نفسها الاسئله دي، بس هو مش عارف، هو بيكتب وخلاص، هو مش عارف هو الكونتنت ده هيبقى ناجح ولا مش ناجح، هو بس بيكتب. طيب المفروض ان احنا بنشتغل على حاجه اسمها اصلا تجربه المحتوى وبنعمل تيست. فيها كده اساسيات اتعلمتها في شغل الديجيتال على مر السنين دي كلها، بتقول ان لكل حاجه في الديجيتال تيست. تمام، لازم لو انت بتعمل اي سي او فانت هتست الكيوردز، لو انت بتشتغل في الكونتنت فانت هتست الكونتنت، لو انت بتشتغل في الميديا بينج فانت هتست التارجت اودينس والميديا اللي بتشتغل عليها وهتست البودجت والقصص دي. فهل انت اصلا جربت المحتوى؟ طيب يعني ايه اللي يثبت لي ان المحتوى ده تمام؟ ايه التفاعل؟ تمام، حصل عليه تفاعل ولا لا؟ تمام، يعني دي من الحاجات الاساسيه. طب ايه برضو اللي يخليني احكم على الكونتنت ده هينجح ولا يفشل؟ تمام، نوع و بنية الكونتنت نفسه. تمام، ايه بنقول عليها ايه؟ بنية الكونتنت. يعني ايه بنية؟ هل الكونتنت ده مبني صح ولا لا؟ هل هو واخد العميل بمعلومة مفيدة ولا لا؟ هل هو مرتب ومنسق ولا لا؟ لو الكونتنت ملخبط على بعضه بيبقى مش تمام. طيب احيانا عشان نعمل بنية او نوع المحتوى دي نتأكد، بجيب مثلا واحد كتب كونتنت. تمام، ولنفترض مثلا ان امينه جت كتبت كونتنت، بعد ما كتبت الكونتنت رحت جايب مثلا اسامه وقلت له يا اسامه بعد اذنك، هو ما شافش الكونتنت ده قبل كده، اقرا الكونتنت ده بصوت عالي وبعد ما تخلص قرايه وانا اسمع كنت تسمعني قول لي فهمت منه ايه. فيبتدي مثلا يجي اسامه يقرا الكونتنت ده، فنلاقيه وهو بيقرا وقف اكتر من مره في نص الكونتنت وبيرجع يكمل من الاول، فهنا الكونتنت مش متنسق. لو الكونتنت متنسق وجبت حد غريب يقرا الكونتنت فهو اوريدي هيقرا الكونتنت دايركت وعلى بعضه مره واحده ومش هيقف وهيبقى فاهم في الاخر المحتوى عايز يقول ايه. هنا طب جه اسامه وقال لا والله انا قعد بقى يتلغي كده وقعد يعمل كده وما قدرش يقرا الكونتنت بشكل كامل، فهنا يبقى في مشاكل، هنا في مشكله. قرا الكونتنت دايركت يعني بيس اوف كود كده مره واحده ورا بعضه، فاوريدي خلاص انا بنيه الكونتنت دي مظبوطه. دي من الحاجات التيست اللي احنا بنشتغل عليها. تمام، طيب هل اصلا الـ الحاجات اصلا او البيئه اصلا بتاعه المحتوى ده مظبوطه ولا لا؟ يعني مثلا هل انا مثلا عامل ريلز على مثلا او عامل فيديوهات صغيره ومنزلها على لينكد ان؟ طب ما اوريدي لينكد ان مش احسن حاجه في الايه في الفيديو الصغيره. لا، انت محتاج مثلا تشتغل على مثلا اجزاء تانية، محتاج تشتغل مثلا على الايه في لينكد ان مثلا في البولز. تمام، حاجات البول بتنجح قوي في لينكد ان، فهنا اصلا البيئه نفسها اللي انت حاطط فيها المحتوى. تمام، البيئه اللي انت حاطط فيها المحتوى هل هي مظبوطه ولا لا؟ تمام، فدي الحاجات اللي بتقدر تقول لي هل الكونتنت ده ناجح ولا لا. فدي 3 معايير، يعني مثلث رعب كده للكونتنت. تمام، انت اصلا هيحصل عليه تفاعل ولا لا؟ تمام، طب لو هو حصل عليه تفاعل، تمام، لو هو حصل عليه تفاعل ومتجرب قبل كده واتكلمنا في الموضوع ده قبل كده ولما اتكلمنا في الموضوع ده نجح، طيب لما هو نجح قادر يعني احنا كويس ان احنا هنجربه ولا لا؟ تمام، بص انا حطيت لك عليها اكتر خط عشان الكونتنت ده نجح قبل كده، انا حاطه في البيئه بتاعته وكمان البنيه بتاعه الكونتنت نفسه مظبوطه. تمام، الكونتنت نفسه البنيه بتاعته مظبوطه، ودي من الحاجات اللي انا بحكم عليها من ايه؟ من الكونتنت نفسه. هل الكونتنت ده اصلا سليم ولا لا؟ هل الكونتنت ده سليم اصلا ولا لا؟ تمام، طيب العمليه التنظيميه بتاعه
المحتوى نفسه من الحاجات المهمه. يعني ما اجيش ان انا يعني في عيد الام اشتغل على محتوى تابع لعيد الام وابتدي امايكن الكونتنت بتاعي بما يتناسب مع ده. لو انا بكلم الامهات عيد مثلا العمال، لو انا ببيع حاجات للعمال فانا اقوم مايكن الكونتنت بتاعي على هذا الاساس وما الى ذلك. فالميكنه بتاعه الكونتنت برضو من الحاجات المهمه جدا جدا بشكل كبير. طيب تعالى كده نشوف، لو انا المفروض اشتغل على كونتنت في معايير معينه تنجح الكلام ده، ان المحتوى يكون سريع. تمام، سريع يعني يتفهم بسرعه، خصوصا ان احنا اصلا في زمن من بعد تيك توك والريلز والكلام ده بقت الناس بتحب الفيديوز القصيره اللي تديها معلومات فاضيه في اسرع وقت ممكن، او معلومات مليانه في اسرع وقت ممكن. خد التولز دي هتعمل بيها كذا. انما مثلا ان احنا نقعد نفهم ونشرح ونتاكد ونجرب ونتيست وكده، لا. فالمحتوى محتاجين المحتوى يكون سريع. تمام، طيب غير ان المحتوى يكون سريع ايه تاني ممكن مثلا نشتغل عليه في المحتوى عشان يبقى مقري؟ يكون قصص. تمام، يكون بيحكي قصه وبيحكي موضوع. يعني لو انت بتكتب كونتنت هو بيحكي قصه معينه فالناس هتقراه. تمام، الناس هتقراه. طيب غير القصص ايه تاني؟ الامثله. تمام، ادي امثله. تمام، لو انت بتتكلم في موضوع ادي فيه ايه امثله. تمام، وموضوع الامثله بيسهل كتير قوي قوي قوي، والمفروض ان هو يعني بيفرق معاك، يعني بيفرق مع اي حد بيشتغل على الكونتنت. تمام، فدي من الحاجات برضو المهمه قوي 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 اللي تخلي بالك منها، ومن الحاجات اللي وانت بتشتغل عليها تقول لا انا بشتغل على حاجه مهمه، وتخلي بالك قوي ان انت المين بوينت دي بالنسبه لك مهمه. ان انا المحتوى لو انا عايز التيست فيبقى في تفاعل وبنيه وبيئه مظبوطه، وان المحتوى يكون سريع، ولازم يكون فيه قصص وامثله. صدقني الثلاث حاجات دول اصلا لو انت طلعت بالمربع دول ده كده، فانت بالنسبه انا يعني هبقى مبسوط ان انت بالنسبه لك هنا ما ضيعتش ساعه على الفاضي. تمام، طيب في بقى عوامل اصلا بنحدد بيها اصلا الببلش اصلا للكونتنت. تمام، والجزء اللي هنزل فيه الكونتنت بتاعي. تمام، طيب في مثلا الميزانيه اللي انا هشتغل عليها. تمام، لو انا ازاي مثلا هنقول كده، تمام تحدد. تمام، تعالى كده نقول لو انت ازاي تحدد، تمام الايه الميزانيه. تمام، او خلينا نقول مثلا او خلينا نقول مثلا ميزانيه، وفي الميزانيه هنقول على حسب، تمام حسب القناه التسويقيه نفسها، البلاتفورم نفسها. تمام، القناه التسويقيه نفسها لو انا عايز اصرف على الكونتنت ده فانا بيعتمد الموضوع معايا على، لو انا هعمل كونتنت علشان انزله على لينكد ان واصرف عليه فطبعا الفلوس عليه غير هتكون انستجرام، غير في تيك توك، غير مثلا غير الايه غير مثلا جوجل. تمام، طبعا على حسب ميزانيه الشركه نفسها. تمام، ميزانيه الشركه هتتوافق معايا ولا لا. تمام، النسبه. تمام، المهم بقى هنا النسبه المئويه، تمام لوجود العميل نفسه. تمام، انا كام يعني انا كام حد عندي في فيسبوك، وكام حد عندي في ايه وكام حد عندي في لينكد ان. تمام، وانا على ده ببتدي اشوف انا احط البادجت بتاعتي فين. والله انا عندي العملاء موجودين كده كده على انستجرام وفيسبوك، حلو جدا. العملاء موجودين فين اكتر؟ تمام، والفلوس بتاعتي هينفع احطها هنا ولا لا، ولا هنا؟ هل الميزانيه هتقضي هنا ولا هنا؟ تمام، فدي برضو من الحاجات المهمه قوي قوي اللي تخلي بالك. يعني دي كلها حاجات هتخليك فعلا في الكارير بتاع الكونتنت ماركتنج يعني في البروفيشنال واي، انت قادر تحدد ازاي تحط ميزانيه، قادر تفهم يعني ايه كونتنت ديستريبيوشن، قادر تفهم الاستراتيجي، قادر تشوف الكونتنت بلان، مش شغال كده بطيخه بكتب البوست يعني فل قوي كده انا بكتب كونتنت. تمام، طيب طب انا دلوقتي لو انا محتاج احط مثلا اوبجيكتيف معينه. تمام، لو انا بشتغل على اوبجيكتيف معينه المفروض ان انا اشتغل عليه. تمام، ومحتاج ان انا احط الاهداف دي عشان المفروض ان انا مثلا في الاهداف دي اوصل بيها في الكونتنت. اول حاجه الثقه واني ابني براند.
تمام، ابني ايه براند. تمام، انا محتاج اقول للجمهور بتاعي خليكم واثقين فيا، انا زي الفل، انا بطلع منتج حلو جدا وابني براند. تمام، طيب ايه تاني؟ عملاء جداد، ان انا اجيب عملاء جداد غير العملاء اللي موجودين معايا. انا محتاج اعمل كونتنت عشان يجنريت معايا بلاتفورم مختلفة، او ان انا اشتغل على عملاء جداد. ايه تاني ممكن يكون اوبجكتيف بالنسبة لي؟ ان انا استكشف، تمام، حاجة جديدة عند العميل. تمام، يعني انا نازل بمنتج جديد، فانا محتاج اشوف العميل هيتقبل المنتج ده ولا لا، فابتدي اكتب كونتنت عشان اشوف العميل بتاعي هيتقبل اصلا الموضوع ده ولا لا، يعني العميل هيتقبل ده ولا لا. هنا اوضح، تمام، اوضح مثلا هنقول ايه، فايدة فوائد، تمام، او عيوب. انا محتاج ابين عيب معين او ابين فايدة معينة للعميل او ميزة معينة. طبعا في فرق ما بين الفايده والميزه، لكن لو انا محتاج ابين فايده معينه او عيب معين لمنتج ما، فايا كان طبيعه طريقه الكونتنت، فانا ده من الاهداف اللي انا ممكن ايه اشتغل عليها، والحاجات اللي انا ممكن ايه اشتغل عليها. حاجه كمان، ان انا اهدي العملاء عليا، او يعني احنا بنقول عليها اللي هو ايه، يعني ايه، اغلب كده ايه الاعتراضات. تمام، انا في اعتراضات على المنتج بتاعي او اعتراضات على الكونتنت اللي انا بكتبه، فانا بحاول ابني كونتنت للعميل يغلبه. تمام، العميل دايما بيقول لي انت منتجك في منتج تاني احسن، فازاي ان انا اوضح للناس ان انا لا، في انا احسن منتج. تمام، طيب ايه تاني مثلا ممكن ان انا اظبطه او احطه كاوبجكتيف بالنسبه لي عشان ابتدي اشتغل عليه؟ ان انا اوضح اللايف ستايل مع المنتج، الحياه مع المنتج. انت لو شربت اللبن بتاعنا ده كل يوم الصبح هتبقى زي الفل جدا وهتفضل طول اليوم نشيط، انت لو خدت برشامه بنادول الصداع هيسيبك، انت لو وما الى ذلك. فانا محتاج اوضح اللايف ستايل بتاع العميل نفسه مع الكونتنت، يعني العميل نفسه مع الكونتنت. ايه الميزات اللي نقدر ان احنا نشتغل عليها، لو او الحاجات اللي انا ممكن اقدر اشتغل عليها مع العميل نفسه، لو انا استفدت هستفاد ايه. تمام، طبعا لما انا اوضح الفوائد ممكن اوضحها في نقط، غير ممكن ان انا لو انا هبني لايف ستايل للعميل، لو انا هبني ايه لايف ستايل. طب انا ممكن اكون بشتغل كونتنت على لينكد ان، او انا بشتغل بي تو بي، انا هنا عايز شراكات جديده. تمام، عايز ايه؟ شراكات، تمام، او تعاقدات جديدة. تمام، فدي من الحاجات برضو اللي ممكن تخليني احطها كأوبجكتيف. طب ايه تاني ممكن اشتغل عليه؟ مثلا اللوياليتي بتاعت العميل، اني ابني ولاء للعميل، العميل يكون لويالتي ليا، ان انا دايما اقول له انا ظهرك، انا موجود، اللي عنده مشكله يكلمني، انا ممكن اقدم لك فوائد مثلا مختلفه من غير ما تكون محتاج او تاخد منه فايده. فهنا انت بتبني لويالتي. تمام، لويالتي غير الثقه. تمام، في فرق ما بين الاثنين. طيب ايه تاني ممكن اشتغل عليه، او من الحاجات المهمه، ان انا عندي مثلا يعني عندي افكار مثلا جديده ومحتاج اعرضها. تمام، عندي مثلا فكره جديده اشارك بيها الراي العام. تمام، انا عندي فكره معينه، فانا محتاج اشاركها واخد راي الناس، واشتغل على ان الناس تشوفها اكتر والناس تعرفني اكتر والقصص دي كلها. طب ايه تاني ممكن ان انا اشتغل عليه؟ ممكن اكون ببني اصلا كون محتوى، تمام، عشان اظهر، تمام، في البحث. تمام، عشان ايه اظهر ايه في البحث. تمام، فدي من الحاجات، او دي كلها حاجات بتفرق قوي 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 لما انت تيجي تكتب كونتنت او تعمل استراتيجي الكونتنت. تمام، تحط الاهداف ايه للمحتوى نفسه. طبعا ممكن في حاجات تانية بتشتغلها غير دي، وفي حاجات مثلا ممكن تكون اقل، ممكن يكون في حاجات اكتر، ممكن يكون في حاجات مختلفة، فعلى حسب انت
بتشتغل ايه في اي اندستري طبعا، وعلى حسب انت بتشتغل في اي مجال. ودي من دي يعني دي حاجات كلها مختلفة تقدر ان انت ايه تشتغل عليها وتخلي بالك منها وانت شغال. تمام. طيب من الحاجات المهمة اللي تخلي بالك منها زي ما قلت لك، ان انت تشوف ايه، ان انت تشوف اصلا العميل بتاعك وهو شغال، العميل بتاعك هو شغال او الكومنتس بتاعته، وتبتدي تقول والله الكومنت دي انا هشتغل عليها، او الكومنت دي انا المفروض هخلي بالي منها واكتبها وابتدي ابنيها والقصص دي كلها. او مثلا ان انت تقول انا محتاج ان انا اتارجت العميل ده واشتغل على الجزء ده، وتبتدي من هذا المنطلق تشتغل مع العميل بتاعك. وطبعا يعني لو خليت يعني الحاجات دي فعلا فعلا بتفرق قوي، ودي انا جمعت لك تقريبا اهم الحاجات اللي لما باجي مثلا اشتغلها، او لما باجي مثلا ادخلها في انترفيو او حاجه، بتبقى من الحاجات الاساسيه او من الحاجات دايما اللي بسال فيها. وبلاقي العميل بالنسبه لي او بلاقي الشخص اللي داخل انترفيو هو مش اوير بيها بشكل كبير، ومش بيقدر ان هو مش بيقدر ان هو يحقق فعلا فعلا الاوبجكتيف اللي هو عايز، او يوصل لمرحله البروفيشنال. طيب خلينا كده نخش مثلا في حته تانيه. تمام. ونقول ايه علاقه بتاع الكونتنت. تمام. خلينا نقول كده العلاقه الحميده دي، علاقه تمام بتاع المحتوى بالايه بالايه بالاس اي او. تمام. انا دلوقتي كبتاع محتوى، تمام، ايه علاقتي بالاس اي او؟ يعني انا بكتب ايه بقى يخليني اخش بقى في، انا واحد بكتب، ايه اللي دخلني بقى في اس اي او مش في اس اي او؟ فهي كده متفقين ان بتاع الكونتنت لما بيتدخل مع الاس اي او هو بيتدخل في نقطه واحده من كل شغل بتاع الاس اي او. هو مش مطالب منه ان هو يشتغل على اس اي او، وان هو يمسك ويب سايت والقصص دي. هو بيكتب المحتوى، تمام، هو كتب ايه، تمام، كتب المحتوى. جه اخينا ده بعد ما كتب المحتوى وهو بيكتب في نقط كده معينه، هيشوف تمام الكلمات اللي بيدور عليها العميل، تمام، وبناء على ده تمام يشوف ازاي يحط الكلمات في المحتوى بما يتناسب. بص انا بكتبها عشان الناس تحفظها وتفهمها وترسمها وكله، يعني ازاي يحط الكلمات دي في المحتوى بما يتناسب مع البحث نفسه ومحرك البحث. تمام. فده كل ما في الامر، ان انا دلوقتي بدور مثلا على شنط للاب. اوكي. طيب انت دلوقتي جيب وانت بتشتغل مثلا على الكونتنت، كتبت مثلا ايه الايه انا بقول مثلا شنط، انت ممكن تقولها مثلا مثلا مش شنط، تقول او ممكن انا مثلا بدور على شوز، فانا ممكن اكتب شوز. تمام. انت ممكن وانت بتكتب المحتوى تروح حاطط في كل المحتوى مثلا احذيه، فبالتالي انا بدور على حاجه وانت بتكتب حاجه تانية، مع ان هو نفس الموضوع. فكل اللي عليك تعمله كبتاع كونتنت بشكل اجمالي ومختصر من غير ديتيلز، ان انت بتبتدي تقول والله انا هكتب بما يتناسب مع اللي بيعمله العميل في السيرش. العميل بيعمل في السيرش ايه او بيكتب ايه في السيرش، وبناء على ده هبتدي ان انا ايه اشتغل، وبناء على ده هبتدي اشتغل. تمام. فدي ده العلاقه ما بين الاثنين، ده العلاقه ما بين الاثنين، او دي النقط المفروض تخلي بالك منها لو انت بتشتغل في الكونتنت. خلي بالك ايه من ايه النقط دي. تمام. ف يعني ما تصعبش الدنيا على نفسك، عشان في ناس كانت بتصعب الدنيا قوي على نفسها، اللي هو انا هدخل كونتنت وبعد الكونتنت هدخل اس اي او والقصص دي. فده ما يمنعش كمان ان انت تبص على الاس اي او، ولو فهمت الاس اي او بقيت بتكتب كونتنت وفاهم اس اي او 100% وبتشتغل الاثنين مع بعض، فدي من الحاجات الكويسه. لان لو انا مثلا ببني ويب سايت، فانا احتاج ابني الكونتنت بتاعه وبعد كده اشتغل اس اي او. فيعني واي نوت ان انت ليه ما تشتغلش الاثنين مع بعض؟ تمام. ليه ما تشتغلش مثلا الجزء اللي ليه علاقه بالكونتنت، وبعد كده تبتدي ان انت تشتغل له اس اي او؟ بس ده ليفل مختلف، فانت
يكفي ان انت تكتب كونتنت وتدعم الكونتنت بتاعك ده بما يتناسب مع الايه، مع البحث بتاع العميل. طيب خلينا هنا نشوف برضه حاجه تانيه مهمه وحاجه اساسيه، وبرضه من الحاجات اللي بلاقيها مع ناس كتير من بتكتب كونتنت، ان هو انا هكتب ايه. تمام، انا كبتاع كونتنت ايه الحاجات اللي المفروض اتعلمها، او الحاجات اللي انا ممكن اخلي بالي منها وانا بشتغل علشان ابتدي ان انا اكتبها. تمام، او اللي وانا في الكارير نفسه ابتدي اخلي بالي منها. اولا اصلا لازم تفهم طبيعه، تمام، بتاع المحتوى. الراجل ده ايه دماغه، ازاي ان هو يقدر دايما ما يجيلوش بلوك ايدياز ودايما يبقى عنده افكار مختلفه، وازاي يخرج من الحته دي. تمام، لازم أن يكون فاهم كويس قوي 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 انواع الكتابه. الكتابه لها انواع، تمام، فايه هي انواع الكتابه، انا يعني هكتب ايه بالظبط، تمام، وازاي اكتب وما الى ذلك. تمام، ازاي كمان يعني يكتب مقالات، تمام، ويبني مواقع مكتوبه، تمام، او كتابات في المواقع، او يعني يبني مواقع كامله. ازاي يكتب موقع كامل، انا عملت ويب سايت فانا محتاج داتا، ازاي ان انا اقدر ابني الكلام ده. تمام، لازم أن يفهم الفرق ما بين الفرق، تمام، وخد النقط اللي انا بكتبها حاليا دي واعمل بيها سيرش وابتدي افهم كل نقطه فيهم، الفرق بين، تمام، فرق بين البلوك، تمام، وايه والمقال، تمام، ايه الفرق ما بين الاثنين. في ناس كتير قوي ما بتقدرش تفرق ما بين الاثنين. تمام، طيب ايه القوانين، تمام، في محرك البحث بشكل كامل. لازم ان انت واحد بتكتب على ويب سايت لازم تكون فاهم قوانين محرك البحث مع الكتابه ايه، ونظامه ايه مع الاس اي او. تمام، لازم تكون فاهم بتاع الكوبي. بتاع الكوبي ده بيعمل ايه؟ بيكتب كوبيز ده للاعلانات، بيكتب ازاي وبيعمل ايه والقصص دي كلها. تمام، لازم تكون ازاي تعمل استراتيجية. تمام، غير الاستراتيجي لازم تكون كمان فاهم ازاي ان انت تكتب على كل السوشيال ميديا. تمام، ازاي اكتب على ايه الفرق ما بين الكتابه على تويتر وما بين الكتابه على لينكد ان وما بين الكتابه على الجزء بتاع مثلا تويتر. تمام، وايه الفرق ما بين ده وعدد الكلمات هنا وعدد الكلمات هنا والقصص دي كلها. تمام، ازاي تكتب اي بوك. تمام، ازاي تكتب اي بوك وتفكر انت لو هتكتب اي بوك ازاي تكتب كتاب هو ملخص او جورج او اي حاجه تقدر ان انت تشتغل عليها وتعمل كريت لده. ازاي تكتب محتوى، ثانيه كده، ازاي تكتب محتوى، تمام، لايه، للمنتجات والخدمات. تمام، ازاي ان انا اكتب كونتنت ديسكريبشن وازاي ان انا اكتب الايه السيرفيس ديسكريبشن. تمام، في فرق طبعا ما بين ده وما بين ده، وده موضوع وده موضوع تاني. تمام، ازاي تكتب، تمام، ازاي تكتب. تمام، انا بقى بقول لك بتاع الكونتنت بقى المفروض يعرف الكلام ده كله، يعني عشان يقول ان انا مثلا حد بتاع كونتنت وانا بعرف اكتب كونتنت، ازاي يقدر يكتب الاسئله، تمام، والكويتشن والاجابات بتاعتها في ال، تمام، في الانسر والكويتشنز بتاعت المواقع. تمام، المواقع الكبيره، تمام، لما بتيجي تكتب لازم بتحط انسر اند كويتشنز للناس، ازاي يكتبوا الكلام ده، وازاي ان هو يكتب سؤال وعليه اجابه على حسب كل ايه منتج بيكتبه، على حسب ايه كل منتج، وازاي هو طبيعه كل منتج يقدر يطلع بيها بشكل كبير. طيب خلينا كده نطلع، يعني عشان احنا مطولين في الحته دي شويه، عشان انا دي من الحاجات بصراحه اللي انا، او يعني من الحاجات المهمه اللي انا محتاج ايه اوضحها لكم. تمام، فانت ازاي تكتب اسئله والكلام ده كله، ازاي، تمام، يعني ازاي تكتب، تمام، اسمها ايه، الكيس ستاديز، عايز اقولها لك، مش عارف اقولها لك ازاي بالعربي، بس خلينا نقول كيسز. تمام، تمام، ازاي تكتب كيس ستادي وتضرب امثله في الكيس ستادي. تمام، دي برضو من الحاجات اللي تقدر تشتغلها. تمام، ازاي بقى، تمام، برضو
ازاي تكتب محتوى انجليزي، تمام؟ بقى النقطه دي بقى صعبه جدا، ومش كل الناس او نادرا لما نلاقي حد بيكتب ده، تمام، بلغه البلد. يعني مثلا انا دلوقتي معايا عميل في كندا، ومعايا عميل في انجلترا، ومعايا عميل في امريكا، ازاي اكتب كونتنت للثلاث شركات دول وكل واحد منهم باللهجه بتاعته؟ ازاي اقدر اعمل ده بشكل براكتس؟ وايه التولز اللي بتساعدني في ده؟ وازاي ان انا اقدر اطبق ده عشان اقدر اطلع كونتنت بشكل كبير؟ على فكره لو قعدنا نكتب في السلايد ده كتير، يعني هياخد من وقت كتير جدا جدا، وفي حاجات كتير قوي قوي هتفرق معاك، تمام؟ يعني ازاي كمان ازاي تكتب او ازاي تعمل تقييم للمحتوى نفسه. انا امتى اقيم المحتوى؟ اعتقد ان احنا اتكلمنا عن الجزء ده بشكل سريع، يعني التكنيك بتاع الكتابه، تمام، وطرق الكتابه، تمام، والتولز بتاعت الكتابه، وكمان ازاي تعمل تتاكد ان المحتوى ده مش مكرر، وان المحتوى ده مش بلوجرازم مع مواقع تانية او شركات تانية. ازاي مثلا تعمل الكونتنت، طبعا الحاجات بقى اللي تساعدك ان انت ازاي تعمل بلوج فري، وازاي ان انت تبني ويب سايت، وازاي كمان تكتب عناوين، تمام، سواء بقى عناوين بقى مقالات، عناوين صحف، عناوين مجلات، عناوين هيد لاينز للاس اي او، عناوين انت بقى وايه ويعني زي ما بنقول ايه كده، ايه انت وعناوينك، انت وشطارتك، ازاي تكتب عنوان لكل حاجه من دول، تمام. فدي كلها حاجات مهمة. ازاي انت تستخدم الكيوردز تولز، ازاي ان انت تعمل اناليز للكونتنت، ازاي تستخدم تبلد كونتنت للانفلونسر. يعني انا في ناس متخصصة ازاي تكتب كونتنت للانفلونسر. فكل حاجة من دول، كل حاجة من دول هي قصة، تمام. كل حاجة من دول هي قصة، وكل حاجة من دول هي موضوع مختلف انت لازم تخلي بالك منه، وتبقى عارف ازاي تكتب ده وازاي تعمل ده. ما ينفعش ان انت تكون بتكتب وببلش از فيسبوك وخلاص على كده، تمام. فخلي بالك ان الموضوع مختلف، تمام. عشان تجروس نفسك افهم كل النقط دي، تمام، افهم كل النقط دي. بالمناسبه الحته دي او اخر حته فيها مين بوينت تانيه كنت عايز اقولها لك، بس عشان نكسب وقت. فدي كلها حاجات انت لازم ايه تخلي بالك منها وتشتغل عليها بشكل اساسي، علشان هتفرق قوي معاك. ما تبقاش حد بتاع كونتنت، لا، انت فعلا فعلا زي ما احنا كنا لسه بنقول في الاول، ازاي تكون ككونتنت في الكونتنت بروفيشنال، او ازاي تطلع في موضوع الكونتنت ده، لا انا فعلا بتاع كونتنت، وازاي اقدر ان انا اشتغل على، تمام. فخلينا كده نشوف، يعني اعتقد ان انا يعني دي المين بوينت اللي انا كنت محتاج اوضحها. يعني كده مثلا نفتح كده المايك ونشوف لو حد عنده سؤال، يعني كونفيرم معايا كده يا جماعة ان لا ان الدنيا تمام وانتوا سامعيني، وبعدين تفتحوا المايك عشان لو حد عنده سؤال او اي حاجة. تمام، أنا عندي سؤال. مساء تمام، الخير قبل أي حاجة. ازيك يا آية؟ انت اول مرة معانا؟ تمام، الحمد لله. أنا أول مرة خالص. أنا شدني الميتينج، يعني كنت بسكرول كده على الفيسبوك فلقيته فدخلت، طب بس أنا عجبني بقالي شوية يعني بسمع، وعجبني أوي الكلام. انت يعني متأخرة قوي، يعني احنا من 2016. أنا متأخرة للأسف. انا بس عندي سؤال. انا اصلا خريجه كليه اعلام 2022، حلو قوي. ودارسه الماركتنج، تمام، وبشتغل في مجال الكونتنت. بس انا عندي مشكله ان انا ما بعرفش اسعر شغلي. انا بعمل ايفورت بعرفش ايه؟ كبير قوي بعرفش ايه؟ اسعر شغلي، يعني احط سعر لشغلي. تمام. انا ببذل ايفورت كبير قوي لان انا مش بكتب كونتنت بشكل عشوائي. لا، انا فاهمه يعني ايه بيرسونا، وفاهمه يعني ايه ان انا اعمل اناليسيس للكومبيتيتورز، وفاهمه يعني ايه اطلع كومبيتيتيف ادفانتج عند العميل بتاعي، فاهمه يعني ايه اخد بريف. يعني انا بعمل ايفورت كبير، تمام. وانا بحس ان انا مش عارفه احط سعر لشغلي بشكل مظبوط. دايما بدور
على حد يفيدني في الموضوع ده، وبعمل سيرش كتير عشان اعرف اوصل لإجابة. انا حقيقي عندي مشكلة في الموضوع ده، بحس ان انا اوقات اظلم نفسي، او اوقات مثلا احط سعر مثلا عالي شوية فمبقاش عارفة انا صح ولا غلط، مع العلم ان انا بقالي يعني بقالي مدة بشتغل، بقالي والصوت قطع، مش عارف من عندي ولا من عندك، مش عارف انت سامعاني ولا لا ولا ايه، مش عارف. طيب خلينا كده نقول، لا هي تقريبا خرجت ولا ايه. احنا كده كده هناخد الأسئلة كلها، يعني اي حد عنده سؤال احنا هناخد الأسئلة كلها. طيب خلينا كده، انا مش عارف في اي، انت هو انا سمعت رجعت تاني معلش، تمام؟ هو طيب بس خلاص لا لا كملي كمان. طب هي خرجت تاني. طيب خلينا كده نقول الجزء ده اللي كنت بتكلم فيه، ان انا مش عارف اسعر الشغل، تمام، او انا مش عارف ان انا احط تسعير للشغل بتاعي as a content او ايا كان. طيب خلينا كده نقول ان انت لو محتاج تسعر الشغل فانت محتاج تشتغل بالبلوك كاملة، مش هينفع ان انت تشتغل بالقطعة. يعني انا مش عارف انت كده سامعاني صح يا اه عز؟ انا كده رجعت ماشي اوكي، ممكن بقى من الاول هو انا ده كان الاول مبدئيا اوكي. كده، بس عايز اسالك على حاجة، انت مبدئيا بتشتغلي بالقطعة ولا بتشتغلي لا لا بالبروجكت؟ مش، لا بشتغل بالبروجكت ما بشتغلش حلو بالقطعة، جدا. بس انا بلاقي فيدباك مثلا من العميل، رغم ان انا ببقى مفهمه العميل بشكل كبير الستابس اللي انا بعملها عشان يبقى مقدر حجم الايفورت اللي بتبذل. ساعات مثلا بلاقي بيحصل حاجه من الاتنين، يا بحس ان هو يعني رد فعله ان المبلغ مثلا كبير، او بحس العكس بقى لما بقيت احس ان العميل مثلا شايف المبلغ كبير، بقيت بقى مع عملاء تانية بحاول ادي مثلا ايه رقم اقل عشان برضو انا عايزة اقيس حتة رد الفعل دي، بلاقي مثلا ان هو ايه اتبسط والدنيا تمام، فارجع مثلا اسأل صحابي اللي بيشتغلوا في نفس المجال عن الاسعار اللي هم بيشتغلوا بيها مثلا، بحيث ان انا يبقى عندي فكرة، بلاقي ان هم ما شاء الله بيشتغلوا باسعار اعلى مني بكتير. طب ليه انا بعمل ايفورت كبير قوي؟ طيب هنا المشكلة أصلا في طبيعة العميل اللي أنت بتروحي له أو العميل اللي بيجي لك، دي أول نقطة، تمام، لأن العميل ده هو جاي مش فاهم، فأوريدي هو في ليفل مختلف. يعني مثلا أنا ممكن أشتغل مع عميل، يعني إحنا مثلا ساعات اشتغلنا مع مثلا عميل هو أوريدي كليفل كبير جدا، وتقريبا يعني مصنع كبير قوي، وهو الوحيد في مصر وهو اللي بيصدر في بره مصر، ويعني حد كبير جدا، لكن كاتيتيود هو مش فاهم اللي انا بقوله له، تمام، هو عايز يدفع اقل حاجه لان هو شايف ان هو بس مجرد ان في كومباتيتور ليه عامل حاجه فعجباه او حاجه واكلاه، فهو محتاج ان هو يعمل قصاد، فهو بس هو مش عايز يدفع او هو مش هيدفع، فهنا الاتيتيود نفسه في حته تانيه خالص، تمام. طيب في عميل تاني ممكن يكون اصلا، او عميل تاني هو فاتح ستورز، لكن لما اتكلمنا في البادجت واحنا عند البادجت بتاعتنا، لا اوريدي هو متقبل وفاهم اللي احنا بنعمله، لان هنا الباك جراوند بتاعته مختلفه. فخلينا نقول ان التارجت اودينس بتاعك كعملاء بالنسبه لك انت مش مظبوط، تمام. طيب احل دي ازاي او اشتغل على دي ازاي؟ ما اشتغلش كفريلانسر. يعني ايه ما اشتغلش كفريلانسر؟ يعني طول ما العميل شايف ان هو جاي لحد بيشتغل عشان يعمل له شغلانه، فهو مش هي مهما عالي بالسعر عمره ما هيشوف الايفورت ده. طيب تخيل مثلا كده، لو انت عامله مثلا اكونت او عامله ويب سايت، والويب سايت ده نشر عليه كل الشغل اللي انت عملتيه قبل كده، سواء هو شغل لعملاء او شغل انت كنت عاملاه لنفسك، والعميل بيتعامل معاكي على اساس ان انت ايجنسي، حتى لو انت مش فاتحه ايجنسي، تمام، بس اوريدي انا في بروفيشنال واي، عشان يجي لي عميل اوريدي هو هيشوفني في بروفيشنال واي، فيا طب اما ممكن اقول هيشوفني. حاجة لو مش هقطع حضرتك، اما ان شاء الله انا كنت بتعامل مع عملاء يعني دخلهم الشهري، لان انا ماسكة شغل يعني ماسكة شغلهم ففاهمة الدنيا شوية، فدخلهم الشهري مرتفع جدا تمام، انا عارفة حجم الارباح اللي بيدخلك في الشهر، فانا على هذا الاساس
انا على فكره برضو لما باجي احط اسعار شغلي مع العميل بشوف برضو هو بيكسب كام، يعني انا ما بحطش الفلوس كده وخلاص. فانت لما بتكون عميل مثلا بتكسب في الشهر مبلغ مثلا يتخطى ال 3 مليون مثلا، ما فحضرتك بقول لك حاجة، أنا هو ده اللي أنا بحاول أوضحه، إن أنا الموضوع ملوش علاقة بهو بيكسب كام قد ما ليه علاقة هو الأتيتيود بتاعه رايح فين، طريقة تفكيره أصلا رايحة فين، هل العميل ده هيتفهم اللي أنا بعمله ولا لأ؟ دي نقطة. تاني نقطة، العميل ده لو هيتفهم فهو هيبص لي من أنهي نظرة؟ يعني مثلا هل هيبص لي من نظرة إن أنا حد مور بروفيشنال وهو بيتعامل مع بروفيشنال واي، ففي الحالة دي هو عارف إن هو هيدفع فلوس ولا لأ؟ تمام، او هيدفع مبلغ كبير ولا لا. زي بالظبط تخيل نفسك كده، رحت تجيبي مثلا تي شيرت او دريس او اي حاجه ودخلت براند كبير فلقيتي فيه الاسعار عاليه، فعادي جدا لما انت تلاقي الاسعار عاليه مش هتتفاجئي، او هيبقى مش هيجي لك رد فعل ان انت مش عايز تشتري. تمام، طيب لو انت لقيتي مثلا كشك او فرشه في الشارع وعندهم مثلا ملابس، تمام، او ودخلت كده او ستور كده على جنب كده صغير، دخلت ولقيت سعره عالي جدا، تمام، مع ان الحاجه اللي حضرتها كواليتي جدا فانت مش هتشتري. ليه؟ لان انت مش هتحس ان انت بتشتري من براند، فانت بالنسبه لهم مع كامل احترامي ليك انت مش بالنسبه لهم براند عشان ياخد البادجت دي. تمام، فلازم تباني على انك براند عشان تاخدي البروفيشنال واي. دي اول نقطه. وتاني نقطة أو دي تاني نقطة، تالت نقطة بالنسبة لنا بنتكلم في حتة التعامل أصلا مع العميل ماشي إزاي؟ يعني العميل ده لما جه، هل أنا بعت لي واتساب وأنا بعت له واتساب ورحنا اتقابلنا في كافيه وظبطنا الديل؟ هنا عمره ما هيديني حاجة، إنما لما نتعامل مع العميل as a professional way، والمفروض إن إحنا التعاملات ما بيننا ميلز، وكمان طريقة الشغل نفسها ماشية في حد تاني بيكلمه في موضوع الحسابات، واجيب حد وياخد برسنتج حتى لو انا مش ها لو انا مش يعني مش قادر اعين حد محاسب، لا حد يجي يخلص لي قصه الحسابات ويتعامل هو مع العميل في الفلوس وكل القصص دي وياخد برسنتج. ويعني الطرق دي ممكن أمم تكون بسيطه أمم جدا لكنها بتفرق. انما انا اروح مثلا انا فاتح مكان كبير هجيب، سوري يعني مع احترامي ليك، هجيب آية عشان تكتب لي كنت تاخد مبلغ قبل كده، ده بتعمل ايه؟ قاعد على الكمبيوتر بتكتب كلمتين. هو ده الواي اللي هشوفه. طب انما بقى لو شاف آية هي كايجنسي او ك حد بروفيشنال واي وبيتعامل معاه، فهنا الوضع اختلف. فرجي دي ورحمة الله. حاجه كمان هنحاول ان احنا بشكل كبير قوي قوي نفوكس على الاستراكشر بتاع الماركتنج بشكل كامل. يعني مثلا لو انا بشتغل كونتنت فانا هبي لازم انا اديل مع حد اس اي او واديل مع حد ميديا باين والكلام ده كله عشان اقدر اخد العميل بشكل كامل، ما اكتبوش انا الكونتنت وهو بقى يكمل بقيه الحياه مع نفسه. هنا العميل يبقى لوحده معايا تيم يعني. بالظبط، حتى لو التيم ده مش يكون هم ناس معاكي واحنا كلنا شغالين مع بعض والبروجكت اللي هيجي لينا كلنا، ما تمشيهاش كده، امشيها ان انت او انا مثلا اعرف مثلا سيد مثلا شغال في الاس اي او، تمام، واعرف مثلا منى شغاله في الميديا باين، خلاص يا جماعه الديل اللي هيجي هيروح ليكم، تمام، وكذلك الموضوع يمشي بالعكس، هم لما حد منهم يشتغل مع عميل فانت تبقي بالنسبه له. فاحنا هو نبقي انا بعمل كده يا بادي، يعني البوينت دي انا بعملها، لكن في بوينتس فعلا حضرتك اتكلمت فيها انا مش بعملها. تمام، خلي بالك بقى من البوينت دي، ابني لنفسك ويب سايت، خلي عندك لاندنج بيج، حاولي اعتمدي على الامور المختلفه، لان زي ما قلت لك احنا خصوصا لو بتتعاملي مع عملاء في مصر، عملاء من بره مصر الموضوع كان هيبقى مختلف شويه، او عملاء عرب بشكل عام. انما لو بره مصر مش هيفكر كده، يوريني الكيس ستادز اللي عندك والستوريز اللي عندك وبناء على ده بنبتدي نشتغل ونعمل التيست ونشتغل. انما لو مره في مصر لا، الوضع مختلف. زي بالظبط كده لو انت قابلتي حد ببدله، غير لما تشوفي حد لابس طقم بيت في الشارع، في حين ان انت ممكن يكون لابس طقم البيت ده هو اصلا لسه نازل من العربيه، وهو بس بيجيب حاجه من الكشك وراجع، وحد في فلوس جدا ممكن يكون اللي لابس بدله ده هو حد شغال سيلز، يعني يعني مع احترامنا طبعا اخواتنا وكل حاجه، بس هو في ليفل بتاعنا العادي جدا وبرضه بيجيب حاجه من نفس الكشك، وده بصي حد ليفل وده حد ليفل خالص، بس احنا وجهه نظرنا او عيوننا بتشوف الباك جراوند او بتشوف البودي نفسه عامل ازاي.
تمام، طيب تمام اوكي اوكي تمام. انا وتعامل فعلا في وتعامل بكوتيشن، ما تمشيهاش كده يعني. العميل اللي تيجي تديله السعر اديله كوتيشن، ما تقوليش احنا هنشتغل بسعر كذا، ما فيش حاجه اسمها كده. اعمل له كوتيشن، حط فيه الحاجات اللي هتتعمل وتشيك ليست بالبروسس اللي هنمشي عليها، واعطي له كوتيشن باي ميل. اوكي ما انما بقى تمام نمشي واتساب والقصص دي، يبقى خلاص شكرا على كده. تمام اوكي تمام. انا تمام هحاول اخد بالنصايح دي ويا رب الدنيا معايا تظبط. تمام عموما حاولي خدي بيها، ولو في حاجة وفي كل الأحوال احنا هنا يعني الباب بيبقى مفتوح في أي وقت. هو كل جمعة صح؟ احنا كل يوم جمعة الساعة 9 على زوم، وكل يوم 2 على كلاب هاوس. تمام، وعلى تمام مدار الأسبوع لو عندك أي سؤال بتبعتيه على الميل، واحنا بنسبورت دي يعني. تمام اوكي اوكي تمام ثانك يو شكرا. عفوا. تمام، حد تاني عنده سؤال؟ تقريبا كان في في الشات، في بحثي عن الترند، لو الترند بعيد عن المجال نستخدمه ولا لا، على حسب هيتماشى ولا لا. تمام، ومش كل الترندز طبعا اللي بنختارها وبنمشي فيها، في ترندز بنشتغل عليها وفي ترندز لا، على حسب طبيعته، وهو اللي هو ريليتد للاندستري ولا لا، ولو هو مش ريليتد هل هقدر ان انا اسبورت فيه ومش هيعمل اذى نفسي للناس ولا لا. تمام، طيب الكونتنت رايتر من اللي بيوضع الكونتنت بلان ماركتنج وبيفوكس، انا مش فاهم السؤال ملخبط. انا مش فاهم السؤال ده. تمام، بس عموما لو بناء على اللي انا خدت بالي منه، هو بتاع الكونتنت هو اللي بيعمل الكونتنت بلان بما يتناسب مع الماركتنج بلان او الديجيتال ماركتنج بلان، عشان ما بقاش انا على الارض ببيع بطاطا وانا في على السوشيال ميديا عمال اقول في منتج تاني خالص. تمام، او سيرفيس تاني خالص. طب نوعية المحتوى بيحددها التارجت ولا البلاتفورم؟ نوعية المحتوى بيحددها التارجت اودينس بما يتناسب مع البلاتفورم. يعني لو الاودينس بيحبوا يشوفوا فيديوز سريعة وهم موجودين على تيك توك، فاتس اوكي. هم بيحبوا يقروا بشكل سريع، فانا ممكن اشتغل على ويب سايت تانية. تمام، فلازم يكون موجودين على نفس البلاتفورم، ولازم طبعا يكونوا بالتارجت اودينس، فالاثنين لازم يماتشوا مع بعض. اكتر فتره ابوبليش فيها الكونتنت بلان تكون قد ايه؟ بص، هو دايما بنعتمد على المونثلي، لان المونثلي اقدر ان انا الموضوع بالنسبه لي ريلاستيك، وفي نفس الوقت ما اقعدش كل اسبوع ابني او كامبين ما تلحقش تسمع. فانا لا، انا يعني المونثلي هي اكتر حاجه مظبوطه. يعني في ناس بتبني 3 شهور لان هم ستيبل وبقى لهم سنين، فاوريدي عارفين ازاي يماتشوا مع الكلاينت بتاعهم. انا كماركتير المفروض ابقى دارس كل انواع المحتوى، انا كان ككونتنت كريتور لازم اكون دارس كل انواع المحتوى، انما كماركتير لا، يعني على حسب التخصص بتاعي. تمام، دي تقريبا كده كل الاسئله، وده تقريبا كان يوم النهارده. تمام، لا واكيد مروه طبعا عندها سؤال. معاكي مروه، يا منى صح؟ منى، اه، مساء الخير يا محمود. ازيك يا منى، عامله ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله يا رب. آخر سؤال اللي هو إن أنا أكون دارسة كل أنواع المحتوى. اه طبعا المحتوى اللي هو بيكتبه هو بيجي لي أنا، فالمفروض إن أنا بفوكس عليه. ايه مش تاني المفروض إن كده أنا المحتوى ايه؟ اللي بيكتبه الكوبي رايتر هو بيجي لي، هو أنا ان انا لو في اي حاجة ان انا او في خطأ او في نقاط عايزة تعديل والكلام ده، فالمفروض ان انا اكون دارساه كله ولا على حسب البلاتفورم اللي انا اللي هو ان انا شغال عليها ولا ايه الدنيا؟ لا، هو بيبقى على حسب على حسب البلاتفورم نفسها وانا ببني البلان. يعني انت قصدك ان انا اعمل اختار البلان الاول ولا البلاتفورم الاول تقصدي؟ لا already انا بكون كاتبة في البلان اذا كانت awareness او hot او كده، وهو بص، بيجيب لي على اساسها الكونتنت. لا، هو ان انا احط على انهي بلاتفورم، وان انا اشتغل على هو انهي تارجت اودينس، القصص دي كلها بتبقى في الاستراتيجي من قبل اصلا ما ادخل في البلان. تمام، يعني قبل اصلا ما ادخل في البلان انا بكون محدد انهي بلاتفورم وانهي تارجت اودينس وكم عدد البوستز ونوع البوستز والقصص دي كلها. في البلان بقى ببتدي ان انا ببلش او ان انا اكتب الكونتنت از تكست
او كسكريبت او كفيديوز والكلام ده كله. وصلت لك الفكرة؟ طيب بص، انت دلوقتي قصدك على ان انا امتى احدد البلاتفورم والتارجت اودينس ويكونوا ماتشنج مع بعض، صح؟ لا، هو حضرتك قلت ايه؟ استراتيجي كونتنت والكونتنت بلان. الكونتنت بلان دي معلوماتي انا الضعيفه ان هو بيكتبها الكوبي رايتر. بص احنا مالناش دعوه دلوقتي بعد بتاع الكوبي رايتر دلوقتي، احنا دلوقتي بنتكلم ان احنا عندنا استراتيجي وعندنا بلان. بعمل ايه؟ بمشي بالتالي، الاستراتيجي بحط فيها الكيوردز اللي هحطها والتارجت اودينس بتوعي والبلاتفورم اللي هنزل عليها والحاجات دي كلها. باجي بقى في البلان بعمل ايه؟ بنفذ، بحط التكست اللي انا المفروض هيماتش او هيشتغل على الايه الاستراتيجي اللي انا كنت كاتبه. معلش تاني، الصوت كان بيقطع. طيب انا دلوقتي عندي الاستراتيجي، حطيت فيها الاوبجكتيف بتاعتي وحطيت التارجت اودينس وحطيت البلاتفورم وحطيت كل الحاجات دي وحددتها، تمام. باجي بقى في الكونتنت، في الكونتنت بلان، ببتدي انفذ كل الكلام ده بشكل واقعي، اكتب محتوى كتابة مع ان انا اكون متارجت الاودينس اللي انا مختارهم، مع ان انا بكون محدد الباير بيرسونال اللي بشتغل عليها والكلام ده كله. فانا في الكونتنت كلام ببابلش على طول، يعني ببتدي اكتب التكست على مدار الشهر. طيب اوكي، مش انا اللي بكتب. ما هو انت اللي بتكتبي بس بناء على الاستراتيجي اللي حطيتيها. طب هقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه، انا ممكن ابعت لك تمبلت لدي وتمبلت لدي او اكزامبل لدي واكزامبل لدي، وبناء على ده تفهمي الفرق. اوكي، وانا هبعت لك اللي انا عملتها. تمام ماشي، ابعتيها وهقول لك رأيي فيها ايه، واقول لك الفيدباك بتاعتها ايه بالظبط. خلاص تمام. تمام. وعلى فكرة في على اليوتيوب يوم كنا عملناه عن الكونتنت استراتيجي والكونتنت بلان، وهتلاقي فيها اكزامبل بشكل كامل مشروع خطوة بخطوة على على هتلاقيها على اليوتيوب. استراتيجي كونتنت ايوه وميديا بلان. كونتنت، على كنا بنتكلم على الكونتنت ومشروحه بالكيس بكل حاجه وكل ما حاجه. انا عملتها بناء على الفيديوهات دي. طيب خلاص عملتيها بناء، عملتي الاستراتيجي بناء على الفيديو بتاع الاستراتيجي، صح؟ في حاجه والتاني تانية ما كانش بقى كونتنت بلان، كان ميديا كان بلان. استراتيجي؟ لا، في حاجه، في كونتنت استراتيجي. كونتنت استراتيجي انا عملتها بناء على الفيديو اللي انا شفته، تمام. لكن الثانية اللي هو كونتنت بلان دي كانت المشروحة الميديا، سوس ميديا لا بلان. لا، في بقى كونتنت، في كونتنت بلان. هتلاقي بص في بلاي ليست لكل حاجه منهم، في البلاي ليست دي هتلاقي كل الديتيلز، يعني هتلاقي في بلاي ليست لكل حاجه من لوحدها، تمام. وكده كده يعني، يعني ممكن ابعت لك الاكزامبل على الميل، وبرضو لكل الناس اللي موجوده انا بعت لكم على الشات هنا، تمام. ممكن ابعت لكم الحاجات كلها اللي انت عايزها، بسيطه مش مشكله، اوكي. في سؤال كمان بره الكونتنت، تمام. بالنسبه للـ SEO، تمام. انا لما بكتب لعميل الموقع والاصلاحات بتاعتها، فهو ممكن ان انا اخدها من وور رانك؟ لما بكتب لعميل ال ايه؟ لما بستخدم الاكستنشن بتاعت وور رانك، فبيظهر لي تمام الاخطاء اللي في الموقع. تمام حلو قوي. الإصلاحات بتاعتها بقى اللي هو لما بفتح كل تاب لوحدها بيعرض لي ايه الحاجة اللي انا ممكن، التغييرات اللي انا المشكلة ممكن اعملها. وتتجه ازاي؟ فممكن اخدها هي دي احطها بطريقة البلان بتاعتي. ممكن جدا كمان. ممكن ممكن بس تحطيها وانت فاهماها، مش تحطيها من ضمن البروسيس وخلاص. لا، انا فاهماها، فعشان كده انا خرجتها. اوكي تمام، شكرا. العفو.
تمام. طيب حد تاني عنده سؤال قبل ما نكلوز؟ اوكي تمام. طيب خلاص بإذن الله، يعني إن شاء الله يوم الجمعة الجاية ويوم الاثنين على كلوب هاوس، والناس اللي ما حضرتش قبل كده كل الحاجات موجودة على اليوتيوب، ممكن تقدروا ترجعوا لها في أي وقت. لو اليوتيوب مش مع حد فهو ممكن يكتب الاسم بتاعي على اليوتيوب، هيلاقيه إن أنا أظهر له، فممكن يقدر إن هو يوصل لي بشكل سريع. أشوفكم إن شاء الله يوم الاثنين ويوم الجمعة والساعة 9، وتصبحوا على خير. شكرا لحضرتك يا مستر، جزاك الله خير.